درت بالطرطيه بالبطاطا، يعني هذه راه التزيين ديالها، يعني تزيينها منا. كناخذوا واحد اربعه بطاطا هكاك، او اربعه بطاطا كبار صغار، او جوج بطاطا كبار. كناخذوا شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، الثومه مشكوكه، والفرماج. هنا بطاطا من بعد ما سلقتها مزيان كنمسها، وكنضيف ليها هاد العطريه اللي ذكرت، وكنضيف ليها تقريبا واحد ثلاثه ديال الفرماجات متلسين، وشويه ديال المعدنوس مقطع. كنخلطوا كل شيء مزيان، كنضيفوا ليها واحد ثلاثه ديال البيضات، كنخلطوا كل شيء مزيان. وكناخذ واحد المول اللي غادي يدخل الفران. كان من الاحسن السيده تدير له الورق الطبخ. وكناخذ المعدنوس، يعني كتقطعيه عشوائي، كندردرو هكا من فوق ديك الورق الطبخ. وكناخذ ثلاثه البيضات يكونوا مسلوقين، كنقسمهم في النص، يعني كل بيضه كنقسمها في النص، وكنستفها في ديك اللاطه اللي غادي تدخل الفران فوق المعدنوس صافي. وكنكب عليها الخليط وكندخلها للفران، راه دغيا كطيب، يعني ربع ساعه راه دغيا كطيب. كنخرجها وكنقلبها، منين تنقلبها كيجيو دوك السيفات ديال البيض مسلوق هكا من فوق ومزوقه بالمعدنوس، والتقديم راه كيجي زوين وبالصحه والراحه. اييه الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك، بارك الله فيك لاله سناء. بالنسبه